التقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، حيث بحثا التعاون في ملف تسوية الأزمة الأوكرانية. وقال الشيخ محمد بن زايد إن هناك جسورا للشراكة بين الإمارات وروسيا، لا سيما على مستوى تعزيز التعاون الاقتصادي. أشكرك فخامة الرئيس أيضا على إعطاء دولة الإمارات وأنا شخصيا الفرصة لقيام بدور في الوضع الحاصل في الحرب في أوكرانيا. وأريد أكد فخامة الرئيس إذا كان هناك أي قدرة لدولة الإمارات أن تكون بدور لتهدئة الوضع والاستقرار، دولة الإمارات دائما ستكون موجودة.